السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. شرف في هذا الفيديو كيفاش نخفوا الهاتف إذا كان عندكم تليفون تاعكم ثقيل في المعاملة تاعو، ولا في نقول حنايا جيت كونيتي شوية ثقيل، وسيرتو خاوتي الهواتف تاع الريدمي أو شومي كيفاش نخفوه أو تسريع في المعاملة تاعو العمل تاعو. اول ندخل الى اعدادات، ومن بعد ندخل الى حول الهاتف، ومن بعد نضغط على اصدار بهذه الطريقه الخاطئه، يقول لك تم تطوير. ومن بعد واش نديرو؟ نروحو الى اعدادات، اعدادات اضافيه، ومن بعد نروحو الى اختيارات مطوره. ها هي نكليكو عليها، ومن بعد نهبطو زيدو نهبطو خاوتي شويه مليح، زيدو نهبطو نهبطو نهبطو. هنا يا خالتي شوف معايا مليح، ها واحد في واحد واحد في واحد، ها شوفوا معايا مليح، ها هي نكليكي عليها، شوفوا معايا مليح. قبل ما ندير التفعيل شوفوا شويه ثقيل صح، معليش كما قلنا نروحوا للاضافه اعدادات او اختيارات مطوره، عاد نهبطوا لتحت لتحت نلقاو هذه الارقام خاوتي، نديروا هنايا واحد في خمسة كذلك، واحد في خمسة نير واحد في خمسة يكون السرعة نتاعو. شوفوا خاوتي السرعة نتاعو الله يبارك ما شاء الله، خمل كان قبيل. بهذه الطريقة باش تسريع العمل على الهاتف بدون أي مشكلة. هذا هي هاتف من نوع ريدمي نوت ديس برو خاوتي، شوفوا مليح ها هي، راني داير ليا هنايا فيها معلومات نتاع الهاتف ما نقدرش نوريها لكم، ربما يديرونا حظر على الفيديو بهذه الطريقة. جاء رجاء جديد كما أول مرة شاهدتو. عجبكم هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة في الجرس يصلكم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.